اكيد ومن في مصر على بعضها مش حزين على احمد رفيع، على اخلاقه وعلى احترامه. ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته يا رب، ويصبر اهله يا رب جميعا ان شاء الله. تعرف اللاعب شخصيا؟ اه طبعا اعرفه، واعرف والده الله يرحمه كمان، واعرف عمامه، واعرف اخواله، اعرف كل طبعا ابننا ابن البلد. الله يرحمك يا احمد يا رفعت، يعني محترم، فتره لعبها في الزمالك، فتره لعبها في انبي، وفتره لعبها في فوتشر. بسم الله ما شاء الله على اخلاقه، ربنا يصبر والدته واخواته يا رب. فاحنا احمد رفعت مهما نقول على احمد رفعت ما اثر فيك احمد؟ اه طبعا اكيد اكيد ما اثر في البلد كلها. انت لو لفيت البلد شارع شارع سالت على احمد رفعت وعلى اخلاقه، ما حدش ما فيش اثنين يختلفوا على احمد رفعت. يعني الله يرحمك يا احمد يا رفعت يا رب، ربنا الله يرحمه يا رب ويصبر اهله جميعا يا رب. كنت قريب منه استاذ عنتر؟ كنت قريب منه، تلميذي، بيعتبر ابني. احمد رفعت بالنسبه لي يعتبر ابن ابنك انا. اه طبعا له كنت علاقتي حلوه بوالده وبعمامه وباخواله بكل حاجه. احمد رفعت الله يرحمه يعني. الله يرحمه. وكان زملكاوي ايه بقى؟ زملكاوي زملكاوي يعني. انت عارف عندك معلومه ان هو زملكاوي؟ زملكاوي لا لا لا، في حاجه اسمها زملكاوي وفي حاجه اسمها يعني زملكاوي زملكاوي. الاستاذ السيد الله يرحمه والده من كبار الزملكاويه في مشان. الاستاذ سيد والده؟ والده من كبار الزملكاويه في مشان، واخواله استاذ ناصر واستاذ صاوي. يعني بصراحه يعني انت لو رحت المنطقه هناك عند بيت احمد رفعت هتعرف قد ايه الحزن في البلد على بعضنا. ما احنا قريبين من المنطقه. اه طبعا بس قريبين في البلد بس يعني ان شاء الله رب العالمين انت هتشوف الكلام ده في يعني ايه في خرجه احمد رفعت او في دفنه احمد رفعت. شوف اهل البلد، ومش اهل البلد بس، اهل المحافظه، اهل مصر كلها. احمد رفعت مش لعيب اي كلام يعني. احمد رفعت لاعب محبوب من الكل، من الاهلاوي ومن الزملكاوي ومن كل المصريين احمد رفعت. فاحنا ندعي له ربنا يرحمه ويتقبله قبول حسن، ويجعل يا رب مثواه الجنه، ويصبر والدته واهله جميعا يا رب، ويصبرنا كلنا يا رب على فراق احمد رفعت يا رب. وما عنديش يعني الواحد بقى بصراحه مش عارف يتكلم خالص. انا شايف الدموع في عينيك اصلا. اشكرك يا استاذ محمد، يعني خلينا موقف اهله. خلينا احنا في موقف اهله بالظبط. ما بالك احنا بعيد وعاملين كده، ما بالك بقى والدته، ربنا يصبرها يا رب. الناس مرت بظروف يا استاذ محمد. اعاد للحياه عشان يودع المصريين. طبعا طبعا طبعا. والفتره بتاعت احمد رفعت من يوم ما سقط في الملعب وتشوف حزن على يعني بص احمد قام تاني للدنيا بفضل دعاء المصريين وبفضل دعاء الناس. لان اللي مر باحمد رفعت ما مرش ببني ادم قبل كده. وبجد بصراحة يعني على ما احنا نسمع احنا ما شفناش الراجل رئيس نادي فيوتشر عمل مع احمد رفعت ما لا يعمل، ما لا يعمل من ناحية العلاج. الراجل طلع على التلفزيون وقال لو محتاج يسافر بره يسافر بره. فاحنا ما نقدرش نقول غير ان ربنا يرحمك يا احمد يا رفعت، ويجعل مسواك الجنة، ويصبر والدتك واخواتك وكل محبينك في مشان، ويصبرنا كلنا اهل مشان يا رب. والى ان نلتقي عند وصول الجثمان ان شاء الله نودع احمد رفعت الوداع الاخير.